ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة. أهلا بيكم مرة تانية. هبدأ أغرف قدام حضراتكم بقى. بصوا الرز والعدس الخاص بالكشري الصحي، إن شاء الله يا رب ينول إعجاب حضراتكم بإذن الله وتاكلوه بصحة وهنا وتجربوا بقى الطريقة دي وتقولوا لي رأيكم، يهمني جدا. تسلموا حبايبي، تسلموا وصحة وهنا على قلب كل اللي هياكل كله 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 كله. بصوا بقى، وكمان مفيش حاجة لازقة. بصوا البان، بصوا شايفين مفيش الهواء. و سلقت الحمص واتفقنا ان لازم ننقعه، كل خطوه من خطوات الكشري عملناها. ويا سلام بس لما تدوقوا ده، هصدقوني هتاكلوه على طول وهيبقى يعني اهم حاجه فيه التيست، واحنا ان شاء الله ما جيناش عليه في حاجه، ان شاء الله ينول الاعجاب. بصوا كده هنبدا بقى نحط شويه من الايه المكرونه البني. هنحط الأول شوية من المكرونة البني الاسباكيتي. بسم الله. كده شايفين الجمال، حاجة كده تفتح النفس فعلا يعني. خلاص، وبعدين ممكن ناخد شوية من المكرونة التاني. حاضر، كلهم جاعوا يا فندم. والله أنا بشرح لكم الحالة في الكنترول صعبة جدا. صحة وأنا على قلبكم جميعا يا حبايبي. والله صحة وهنا، وطبعا على قلب مشاهدينا الكرام، وتحية ليكم وشكرا على الكلام الرائع اللي حضراتكم بتقولوا. تعالوا بقى هنشيل دي هنا كده، اهو شايله لك يا نودي. كل واحد عايز طلب مخصوص. تعالوا بقى ناخد شوية كده من الدقة. معلش انا بحب احطها في الاول. بصوا بقى، بروح عاملة الحركة دي ايه في الديرة كده، عشان اللي يمد ايده ياكل معلقة يحس الطعم، ما استناش لما يحط. دي بقى حركة متحايلة على الضيوف عشان ايه يدوقوا على طول. بصوا كده شايفين الجمال. وبعدين هاخد شويه بقى من الصلصه القمر دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الصلصه، عايزين تتقلوه عن كده سيبوها شويه، بس انتوا عارفين صلصه الكشري ما بتبقاش تقيله قوي يعني. شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا نزود، اللي عايز يزود صلصه بنحط بقى كل حاجه لوحدها. يا سلام. وبعدين خلينا بقى ناخد الايه الحمص الشام. هاخد كده شويه هنا، بس طبعا هحط في الجوانب كده، مستوي وروعه. حاطين له كمون حب وهو بيستوي علشان ما يمررش وعشان الانتفاخات. ماشي الكلام اهو، شايفين الجمال. احلى كشري تاكلوه بطريقه صحيه، لطيف جدا علشان ما تبقوش متضايقين من انه تقيل. وبعدين بصوا بقى، حاضر اهي، خلينا بقى ناخد البصل المقرمش بتاعنا. شايفين الجمال؟ يا نهار ابيض، وجون وجون وجون. يا حبايب قلبي حالا. ونقدم بقى كده. ممكن بقى انا الشطه مش هحطها لان دي اختياري، عشان ما نضايقش ايه اصدقائنا اللي هياكلوا. وننقل بقى الطبق القمر ده، نحطه في العرض. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل مشتقاته، ادي الصلصه وادي الدقه. بسم الله كده. وهناخد كمان الشطه، وممكن بقى نعمل جنبه اي حاجه حضراتكم تحبوها. زي ايه بقى؟ ممكن شويه رز بلبن كده يرطبوا بقى بعد الاكله الحلوه دي. تعالوا نعمل الرز بلبن ده صحي، نعمله بحليب جوز الهند. ايه رايكم؟ طيب هنعمله. احنا عموما مجهزين يعني شويه من الرز بلبن، يعني جاهز ان احنا مسويين الجزء الاول منه عشان ما ياخدش معانا وقت. وانا بدفي اللبن دلوقتي مع حضراتكم علشان يبقى مظبوط معانا. تعالوا بقى اهو، خليني بس المع دي معلش عشان احط لكم الحاجه تبقى جميله. طب هنفترض بقى معانا مكرونات احنا مش عاوزينها وزياده، بما انها مسلوقه شيلوها في الفريزر على طول.
على طول في الفريزر، مش هيجرى لها اي حاجه، في اكياس كل نوع لوحده، تحتاجوها في اي وصفه تانية حضراتكم هتلاقوها ان شاء الله موجوده اهو اهو. تمام، تعالوا بقى نبدا في الرز بلبن. نزل مقادير الرز بلبن، يلا بينا. مقادير الرز بلبن سهله وبسيطه. النص كوبايه رز بتاخد كوبايتين ميه، بتاخد لتر لبن. خدوها قاعده، عايزين تضعفوا هتضعفوا الكميه. نص كوبايه رز عليها كوبايتين ميه عليها لتر لبن. اللبن اللي انا بنصح حضراتكم بيه يكون لبن جاموسي علشان تستمتعوا بطعم اللي موجود عند اللبان اللي انتوا بتحبوه بيتباع بره. تعالوا كده نقول ادي المقادير، قولوا لي بس في ودني عشان انا بنضف هنا حبايبي. عندنا نص كوب رز مصري، عندنا كوبايتين من الميه، عندنا لتر من اللبن جوز الهند، حليب جوز الهند، وهقول لكم تعملوه ازاي في البيت لو انتم مش عندكم. عندنا سكر فركتوز، سكر الفاكهه، معلقتين كبار من النشا، ولو حابين هنحط كريم شانتي باودر، بسم الله، فانيليا، ولو عندي فستق للتقديم. بصوا انا حطيت اللبن عشان ادفيته هنا شويه بسيطه عشان يستوي معايا على طول. خليني اقلب. بصوا بقى، باخد اول حاجه نص كوبايه الرز اهو، ادي الرز الجاف، بشطفه لازم واصفيه في مصفى مش بنقعه. خلاص، انا نفسي في نسبه النشا اللي موجوده في الرز دي شويه. خلاص، الرز بعدين بحطه، بضيف عليه كوبايتين من الميه. المرحله دي انا عملتها بالفعل وسويته، اول ما اتشرب كوبايتين الميه اضفت عليه اللبن دلوقتي، يعني الميه دي على نار هاديه طول ما انا عماله اقلب فيه لحد ما يتشرب ويستوي الرز. بعد ما بيستوي، بصوا بيستوي يبقى طري. خلاص، هبدا بقى اضيف عليه اللبن زي ما هو من غير ما يتغلي من اللبان، انا جبته بكيس فريش هحطه على طول. خلاص، هيغلي هنا وهيتعقم هنا وهيبقى ممتاز. حلو الكلام، هياخد كل حاجه معاه في الغلي، هيغلي وهنقلب فيه والوش هيتعادل للحراره بتاعته مع بقيه اللبن وهيبقى معقم وكل حاجه. خلاص، هفضل بقى اقلب كده. انا في المرحله دي هحط السكر، السكر ده اختياري، يعني انا مستخدمه سكر الفاكهه، اللي عايز يستخدم سكر دايت اوكي. طب اللبن لو انا مش عندي، لو عندي لبن خالي الدسم هحط فيه معلقتين من او ربع كوبايه من جوز الهند، هسيبه يغلي يغلي لما يتكاثف شويه واروح مصفياه، هيبقى عندي حليب جوز الهند. خلاص، ادي كده حوالي نص كوبايه من الايه، سكر الفركتوز، سكر الفاكهه. هنقلب، واللي عايز يحط سكر دايت براحته. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، وطبعا مش هنسى رشه بسيطه كده، ايه نقطه، بحب احط نقطه الاول من الفانيليا وبعدين بحط في الاخر كل الفانيليا عشان ما تمررش. وبعدين معلقه، ثواني بس، ثانيه واحده عشان ده شكله النشا، هحط الاول الكريم شانتيه، معلقتين، معلقتين للطعم فقط لا غير، انا مش عايزه اكتر من كده. خليني اقلب بالويسك اهو. عايزه اقول لكم هتاكل رز بلبن يجنن، ما شاء الله رائع وليه تيست وطعم، وحتى لو ما حطيتوش الكريم شانتيه هيطلع ممتاز. خلينا بقى نقلب. انا معلش ممكن انقل على العين اللي عندي يا استاذ سمير بعد اذنك؟ تسلم لي. طيب، تسلم ايديكوا وعينيكوا، شكرا ليكوا، مش تبقى قريبه مني. ماشي اوكي كده، اعلي بقى النار على الاخر. حلو قوي، نقلب بقى تقليبه حلوه، وبعدين خلي الفانيليا جنبي. في العادي لو حضراتكم عايزين تعملوه يعني رز بلبن عادي، احنا مش هنحتاج ان احنا ايه، ما نحطش قشطه، اللي عنده وش اللبن يحطها مع لبن الحليب. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، وبعدين هاخد هنا النشا، يعني هحاول اعمله بالميه، ميه عاديه جدا، ميه ساقعه او بشويه لبن براحتكم اهو. طبعا يا نودي سمعتك يا قمر كده. ريحه حليب جوز الهند رائع على فكره، تستمتعوا بالرز بلبن ده قوي. في ناس بقى بتحب تعمل ايه، انا بحب، انا من الناس دي، بحب اطحن 3 فصوص مستكه بالظبط واعملهم مع شويه سكر، معلقه سكر، انه المستكه ما تطحنش الا في وجود سكر معاها عشان تنعم قوي، تبقى باودر ما تبقاش فيها قطع، وبحب احطهم في الاخر، يعني دول بيدوا تيستا كده حلو قوي، لكن ده اختياري يعني زي ما حضراتكم تحبوا. بصوا بدا بقى ايه يغلي، واللبن هيبدا يغلي مع الرز. عايزه اوريكم بس شكل الرز كده بشكل ما، تشوفوا شكله عامل ازاي.
بصوا الاول بيبقى خفيف كده، شايفين الرز مستويه قوي لازم علشان تستمتعوا بطعمه، وبعدين بيكون اتشرب نسبه اللبن على قد ما قدر. انا مش مع فكره ان احنا نحط السوى الرز بلبن من البدايه مع لبن، هيفضل يتشرب كميه لبن كبيره جدا وحضراتكم هتتضايقوا، وفي الاخر هينشف، هتحطوه في الثلاجه هتلاقوه تاني يوم نشف عمل حروف كده جافه وهتتضايقوا منها قوي. لكن لما انا بسويه في ميه وياخد كل السوائل من الميه يديني بقى يشرب اللبن براحته، ويبقى عندي اضافه كده في اللبن زياده فيه وفره، فهحط بقى عليه النشا يظبط الدنيا. خليني بس الاول لازم اقلبه بقى شويه ياخد القوام معايا الاول من اللبن، عشان كمان الرز بينزل نسبه من النشا بتاعته، فانا اكون كده هو استوعب كل نسبه النشا دي اخره، فانا اشوف القوام اخر حاجه اشوف بناء عليه هضيف قد ايه نشا. ممكن ياخد معلقه وممكن ياخد معلقتين على حسب نوع الرز اللي حضرتك بتستخدميه، اذا بيعتمد على نسبه النشا اللي موجوده في الرز. طيب بقلب بقى تقليبه حلوه كده، خليني برضو اجهز هنا الكاسات، وممكن يبقى فيه كوبايات، طبعا حاجه مرطبه كده بعد الكشري الرائع اللي احنا هناكله ده بالدقه والحاجات دي. عايزه اقول لكم الثوم ده لو مش ناس اصحاب مشاكل مع الثوم او عندهم قرح في المعده هيبقى هيستمتعوا بطعمه جدا. في ناس بتضطر تبعد عنه لانه بيبقى حقيقي بيتعبهم جدا، بيبقى عنده فيه مشاكل يعني، لكن طبعا ربنا يديم على حضراتكم الصحه والعافيه. تعالوا بقى انا دلوقتي هبدا اضيف هنا، معلش خلوني اضيف هنا الايه النشا عشان بس الوقت، انتوا مش هتعملوا كده، انتوا في البيت هتدوله وقته. انا عايزه اضيف النشا هنا في شويه كمان. طيب يلا هنقلب تقليبه حلوه يبدا يسخن. شوفوا اللبن معلش عشان كان يعني ايه مش سخن، وانا بقى عايزه اديله الطعم يعني اللبن اللي انا عايزه اديله الطعم ده لو كان في حاله انه حضراتكم حاطينه جاموسي. طيب احنا لو عاملينه لبن حليب جوز هند خلاص على طول هيربط معانا وهيبقى جميل وهيبقى طعمه رائع رائع رائع. نقلب بس تقليبه حلوه كده، نار عاليه اهو. ايوه ونقلب كده تقليبه حلوه كده. خلينا جنبنا لو احتاجنا نشا تاني هنزود، بس انا مش عايزه ازود كتير عشان انا ايه عارفه ان هو لسه ما ربطش كروز نفسه مع الايه بطبيعته هو نفسه مع الصوص، لكن خلينا ايه نحط كده احتياطي. حطيت معلقه كبيره في الاول ودي معلقه كبيره تانيه جنبي. نقلب بقى تقليبه حلوه كده. تقليبه حلوه. في اللحظه دي ممكن نحط هنا الفانيلا، وانا ممكن دلوقتي ايه عقبال ما يربط معايا ممكن استسمح حضراتكم نطلع لاستراحه ويكون ربط معايا استقبل فيها ضيفتي الجميله الرائعه اللي هتكون مشرفاني منوراني دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، وهتكلمنا عن اهميه الفيتامينات للبشره والشعر. اسمحوا لي نطلع الاستراحه ونرجع بعد الاستراحه نقدم بقى نكون ربط معايا الرز بلبن واخد وقته واقدمه لحضراتكم جنب الاكله الجميله دي، ونستقبل ضيفتي اللي هتشرفني وتنورني. مستنياكم.